يلا تعال نقول لجده بخاطرك. ماشي. لا بابا ليش قمت؟ يا سلام جده صار منيح. ما عم يسمع الكلمة أبدا. جده حبيبي. حبيبي يا بطل. باين عليك صرت منيح. ايه طبعا منيح. معقول ودع حفيدي بالتخت؟ أنا التخت ما بالبالي. تعال. خاطرك جدو. مع السلامة. سلمي على أمك. إلا إنه جدو بشكرك. راح إلا. يلا الله معك. باي حبيبي. رجع لعنا بالعطلة ماشي؟ وسلم على ماما كتير. ماشي. خاطرك خالتي قريب. مع السلامة يا روحي. يلا لشوف. بابا انت منيح؟ ايه رح يرتاح شوي هون. تعبت حالك؟ اضطريت يا بنتي. حبيت تذكرني جانو وانا واقف وقوي مثل الاول. فيك ترجع مثل الاول، ما بدك غير شوية إرادة. ليش ضل في شي بحياتي بيشبه ايام زمان؟ ليش نحنا شو بيهمنا غير تكون صحتنا منيحة بابا؟ الشرف العرض. إذا سلمة خسر هدول كأنه خسر كل شي عنده، حتى الصحة ما بقى تنفعه. عم بتخوفني هيك بابا؟ إيه مو قليل اللي شفناه من زليخة، الكل تضرر بسببها. بس اللي مخوفني هو الغضب اللي جواتك. خايفة هالغضب ياخدك مني. خايف ياخدك مني بابا. انت الجبار اللي قلت له بابا واللي حطيت راسي على كتفه. انت مفكرة ابوكي هذا اللي واقف قدامك عايش؟ الحياة بس انه واحد ياخد نفس، بس انه يسند طوله. انا دعيت لربي انه ما ياخد روحي قبل ما اخد روحه، واستجاب لدعائي ونجاني من الموت. معناتها اعطاني الحق. هي رح تموت. لا يا بابا ما في نقاش، رح تموت. يا خانو تليفون إلك. يا خانو الو. أليف مرحبا بنتي. أهلين ماما زينو، كيفك؟ منيحة تسلمي. شو أخبار رجاء آغا؟ بابا عم يرتاح. من شي ساعة عطيته الدواء ونام. اسمعيني منيح، هذا العنيد اللي جنبك أصلاً ما عم بيرد علي، ما هيك؟ تماماً هيك. مفهوم بنتي. أنا بعرف شو بدي ساوي. يلا الله معك بنتي. نتواجه يا رجاء. Courbetier.